سيدي سادتي متابعي اخبار الفجر المغربي والفجر سبور، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر لمواجهه نادي الرياضه القنيطري ونادي دينا في اطار الجوله 19 من القسم الوطني الثاني للدوري المغربي الفوتسال هنا فوق ارضيه قاعه الوحده بمدينه القنيطره. نعود لكم بلقاء عند وائل زكوخي فتح التسديد وتسديد عود اجاكس طنجه جمعيه الرياضيه مارتين خويا من عزيز ياسين كتصادم بالعارضه كتقدم بايوب كشاش. ايوب كشاش عند عثمان الوكاري عند ايوب كشاش صد جميل سفيان الحليوي كيفتح المراوغه طويله عند عثمان الوكاري دائما عند سفيان الحليوي صد جميل الهدف الهدف الاول لصالح دينا القنيطره عن طريق سفيان الحليوي وكيفتح التسجيل لصالح دينا في الدقيقه 46 ثانيه ثنائيه جميله مع عثمان الوكاري وعلى المقص سفيان الحليوي كيسدد كتصطدم بالحارس حمزه بزيزي لكن كتدخل الشباك وبالتالي تقدم دينا القنيطري بهدف دون مقابل. جاء عثمان دحان عثمان دحان طويله هدف التعادل التعادل جاء سريع لصالح الرياض القنيطري 7 دقائق و15 ثانيه وائل زروقه كيتمكن من تعديل النتيجه لصالح الرياض تمريره على المقص من سيان سيان الحليوي جا لواج مع سده قويه وتسد جميل قدم بها عثمان عميد الرياض كيسد تسد جميل قويه من عثمان دحان وتسد جميل وممتاز من هشام خمسي يوسف بن سعود طويله عند يوسف حجاج عند يوسف بن سعود يوسف بن سعود الهدف الثاني لصالح الرياضة القنيطرة في الدقيقة 16 و13 ثانية تمريرة على المقص من يوسف حشحوش اتجاه يوسف بن سعود واللي ما كيتردش وجه لوجه مع هشام خمسي كيتمكن من إضافة الهدف الثاني لصالح الرياضة القنيطرة بعد مرور 16 دقيقة و13 ثانية على بداية الشوط الأول من يعني كرة عند دينا القنيطرة عند حشحاش قوية الشوط الأول سير الحليوي قوية تصدي من حمزة بزيزي أول سير الحليوي اتجاه عثمان العكاري لكن خروج موفق وضربة جزاء ضربة جزاء لصالح دينا القنيطرة كيعلن عليها الحكم عمر الهواني كيوجه مع ياسر نجي صفيرة الحكم عمر الهواني سفيان الحليوي كيتقدم بها والهدف الثاني الهدف الثاني لصالح دينا القنيطرة على بعد 20 ثانية من نهاية الشوط الأول للمقابلة التعادل هدفين مقابل هدفين ما بين دينا القنيطري وجمعية الرياض بن سعود بحث عن المراوغة مقطوعة خطأ والهدف الثالث لصالح دينا القنيطري عن طريق سفيان الحليوي الهاتريك في المقابلة الهاتريك ديال سفيان الحليوي في المقابلة الحالية كان خطأ دفاعي من جمعية الرياض مقطوعة من سفيان مقتوس وتمريرة على المقص عند سفيان الحليوي كيسجل الهدف الثالث لصالح دينا القنيطري والهدف الهاتريك لسفيان الحليوي لاعب ممتاز عثمان دحان مراوغة جميلة مع عثمان دحان ممتاز هذا اللاعب ممتاز الهدف الثالث لصالح جمعية الرياض في المقابلة عن طريق اللاعب عزيز ياسين مراوغة جميلة وكونترول جميل من عثمان دحان كيوفرها لعزيز ياسين وكيقلص الفريق الثاني الدقيقة 14 من الشوط الثاني 4 أهداف لصالح دينا 3 أهداف لصالح جمعية الرياض عند يوسف الصبار كيتقدم بها يوسف الصبار مراوغة جميلة عند عثمان دحان تصدي ممتاز شيرا عند وائل الزروقي أو عند عزيز ياسين قوية جميلة من عزيز ياسين وكيعدل النتيجة 4 أهداف مقابل 4 مباراة تشتعل على أقل من 5 دقائق على نهاية الشوط الثاني والمقابلة جميلة من عثمان دحان كيحطها على المقاس عند عزيز ياسين كيسددها بشكل قوي وكيعدل النتيجة عثمان دحان وائل زروقي عثمان دحان قوية وكيبعدها هشام خمسي كيعدل النتيجة 4 أهداف مقابل 4 جميلة من الصبر مراوغة جميلة مطالبة بخطأ عند سفيان الحلي وعند سفيان الحلي وجه لوجه مع حمزة البزايزي والهدف الخامس لصالح دينا القنيطري والخامس ايضا لصالح سفيان الحليوي في هذه المقابله سفيان الحليوي كيسجل 5 أهداف شخصيه في المقابله والخامس لصالح دينا اللي كيتقدم على بعد 3 دقائق من نهايه الشوط الثاني والمقابله 5-4 لصالح دينا بغى يلعبها طويله عند ايوب حشحاش مقطوعه من حشحوش ونهايه المقابله بفوز دينا القنيطري ب5 أهداف مقابل 4 على حساب جمعية الرياض إذا كما قلنا فوز دينا القنيطري ب5 أهداف مقابل 4 على حساب جمعية الرياض القنيطري كان معكم في هذا البث المباشر عبر الفجر سبور المهدي القشيني ونضرب لكم موعدا في وقت لاحق إن شاء الله.